لا عقل لها. المجانين لا ليسوا مكلفين إذ لا عقول لهم. أما الإنسان مكلف. التكليف معناه هو أن الإنسان له مسؤولية يجب عليه أن يتحمل تلك المسؤولية. ولذا كلما كان العقل أكثر وأشد وأكبر كانت المسؤولية أشد وأكبر. لذا في الحديث الشريف إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء أو الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. المراد من البلاء هنا هو التكليف الامتحان، ولكن الامتحان الصعب، لأن مادة البلاء في اللغة في أصلها هي بمعنى إلقاء الذهب في النار، وكذلك التمحيص بنفس هذا المعنى. حينما يلقى الذهب في النار ليفصل منه الشوائب والأدران، هذا يسمى بلاء. فإن أشد الناس بلاء الأنبياء والأوصياء ثم الأمثل فالأمثل، بمعنى إن أشد الناس امتحانا. طبعا هذا الامتحان في صعوبة، لذلك إحنا في أذهاننا البلاء صار كلمة مرادفة مع المصائب. هي مو كلمة مرادفة مع المصائب، هي امتحان، ولكن غالبا الامتحان يكون بأمور صعبة ومنها المصائب. لذلك كلما كان الإنسان أكثر عقلا كان امتحانه أصعب لكي يناسب هذا العقل. الطفل في الصف الأول الابتدائي يمتحن بامتحان، لكن هذا إذا وصل إلى الجامعة لا يمتحن بذلك الامتحان الذي امتحن به وهو في الصف الأول، وإنما يكون الامتحان مناسب للجامعة، مناسب لارتفاع مستواه العقلي والعلمي. فلو امتحن طالب الجامعة بما يمتحن به الطفل في الصف الأول هذا خلاف الحكمة أصلاً. الحكمة أن كل واحد يمتحن بمقدار طاقته وبمقدار إمكانياته. ولذلك في حديث شريف الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس بمقدار ما آتاهم من العقول.